قررت وزارة المالية فرض ضريبة جزافية ب7% على تجار الاقتصاد الموازين والراغبين في تحويل رؤوس أموالهم نحو البنوك محاولة من طرف الحكومة لاستيعاب السوق الموازية وكسب مزيد من مصادر لتمويل الاقتصاد. تقرير أحمد راشد. إقرار ضريبة جزافية ب7% على تجار الاقتصاد الموازي الراغبين في تحويل رؤوس أموالهم نحو البنوك نقطة من أهم ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث سيتم تطبيق هذه الضريبة على الأموال التي تودع بالبنوك حسب المادة 43 من قانون المالية التكميلي، والتي تنص على ما يلي: يؤسس برنامج للامتثال الجبائي الإداري، وتكون الأموال المودعة في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته محل إخضاع جزافي يحرر بمعدل نسبته 7%. Deux, ça permet de donner, ça permet de faire circuler cet argent dans l'intérêt de l'investissement. Et trois, l'économie a besoin de ces ressources. Il faut que ces ressources tournent dans la sphère. القرار الذي حدد آخر أجل لتنفيذه بال 31 ديسمبر 2016 أثار موجة من الانتقاد، واعتبره خبراء خطوة مهمة لكنها غير كافية للقضاء على السوق الموازية. باش يعني ندخلوا يعني هذيك العملة من السوق الموازي إلى السوق الحقيقي لابد نشوفوا يعني الأسباب تاع السوق الموازي. السوق الموازي يعني البيروقراطية وغير شفافية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية تاع البلاد. إذا ما يعني روحناش في الشفافية ما نقدوش ندخلوا يعني هذا العملة للسوق الحقيقي. هذا القرار يأتي على خلفية تصاريح مسؤولين حول تداول ما مقداره 3700 مليار دينار جزائري خارج البنوك، فهل سيكون فرصة لتحصيل هذه الأموال وفتح باب جديد لتمويل المشاريع التنموية؟